تجربة خطيرة 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 بجد، ومبسوطة قوي من الشغل معاهم. السوشيال ميديا دي هي سلاح ذو حدين، فيلم اجتماعي، فيلم كوميدي، كتير قوي منهم عاملة لهم فولو، بحب الكونتنت بتاعهم يعني، وكل اللوكيشن يعني كل يوم كان لذيذ. تارا برحب بيكي في وانتيك، ألف مبروك على بيت الروبي. شكرا. مختفية بقالك شوية. بريح. كلميني عن بيت الروبي وحماسك أصلا أنتي تشاركي في بيت الروبي. حماسي اولا كان لان ده تاني تعاون ليا مع دكتور بيتر ميمي، فكنت متحمسه ان اشتغل معاه. تاني حاجه كاست وفيلم، الصراحه فيلم اجتماعي، فيلم كوميدي، بيتكلم عن قضيه مهمه وانا بحب ان انا اناقشها، يعني فكره السوشيال ميديا دي هي سلاح ذو حدين. تقولي فيلم كوميدي، اكيد كانت كوميديا في الكواليس غير طبيعيه، احكي لنا كده على المواقف اللي كانت ما بينك. يعني مفيش حاجه معينه صراحه اعرف افتكرها دلوقتي، بس كل اللوكيشن يعني كل يوم كان لذيذ. انا عارفه ان انت بتقدمي شخصيه انفلونسر، مين اكتر انفلونسر كانت ملفته ليكي او كانت هي الملهمه بالنسبه لتقديمك للشخص؟ كلهم الصراحه، ما كانش في اي حد معين، انا كنت ما فيش صراحه حد كنت مركزه عليه خالص، بس انا في كتير قوي منهم عامله لهم فولو، بحب الكونتنت بتاعهم يعني بتفرج عليه. بره مصر ولا جوه؟ بره مصر وجوه مصر، فما كانش في حد معين الصراحه يعني كنت مركزه معاه قوي. انا عارفه ان في الجواهرجي، قولي لي المفروض ان انتوا هتخلصوا تصوير الشهر ده ولا لسه، ودنيته ايه؟ احكي لي كل تفاصيل الشخصيه. مش هعرف احكي لك دلوقتي تفاصيل الشخصيه، والله نفسي بس مش هلحق، بس مش هقدر اتكلم عن الجواهرجي دلوقتي لسه الصراحه، يعني مفيش اي اخبار. تجربتك مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز الاثنين؟ تجربه خطيره 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 بجد، ومبسوطه قوي من الشغل معاهم. انا عارفه ان انت وجه اعلامي لماركات عالميه كبيره، مين اكتر عارضه ازياء او وجه موديل انت بتحبيه او متابعاه على طول؟ مش عارف، مش حاسه ان في حد دلوقتي الصراحه. مش عارفه يعني حاليا، يعني مش عارفه افكر في اسم خالص يعني. مين مثلا اللي انت على طول بتحبي تتفرجي على صورها او تشوفيها، بتلبس ايه، بتعمل ايه الدنيا؟ لا مفيش حد خالص، مفيش حد معين. لا بتحضري الدراما قريب؟ بحضر الحاجات بس مش هقدر اتكلم عنها للاسف لسه. ميرسي ليك يا ترى. ميرسي.